لا، ولا يستطيع الإنسان أن يقطعها، هي رابطته بالله، الله وحده الذي يبقى وكل ما عداه يذهب. هالكلام اللي تسمعونه الآن مني تظنونه وعظا من المواعظ، هذه المواعظ يعني المصطنعة، أنا أقوله بعد التفكير والتأمل وبعد أن استعرضت شريط حياتي الماضي، كما يعرض الإنسان كما يرى أمامه شريطا لفيلم سينمائي تمر أحداثه متعاقبة، أقوله وأنا أحس به حقيقة، أقوله وأنا أرى أمامي الحقيقة الواحدة الباقية. لكن نحن مشكلتنا شو هي؟ أننا نسينا الله فأنسانا أنفسنا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكروا معي بمعنى هذه الآية، ألم ننسى نفوسنا؟ هل الواحد منا ماذا يصنع من حين ما يصبح صباحا إلى أن يمسي؟ نعم يقف في الصلاة، قد يقف في الصلاة وعقله نصفه في الصلاة والنصف خارجا عنها، يمضي حياته في لقاء الناس، إذا لم يجد شيئا يعمل، واحد رايح عند طبيب الأسنان وعليه أن ينتظر ربع ساعة تثقل عليه، هالربع ساعة يثقل عليه الزمان. ليش؟ لأننا لا نستطيع أن نخلو بأنفسنا. والله عجيب، نفسي أنا عدو لي؟ أريد عمري اللي رأس مالي أقطعه بأي شيء؟ واحد بيقول لك بإيش بدي قطع الوقت، يسأل الشباب بماذا نمضي فراغنا، ولك يا عمي فراغكم هذا وفراغي هذا ووقتي ووقتكم هذا رأس المال، هذا هو العمر، فهل نسعى لأن نقطع أعمارنا، نقطع أوقاتنا بقراءة رواية سخيفة، بمشاهدة فيلم تافه، بحديث أو اجتماع لا منفعة منه في دنيا ولا آخرة، أي شيء، هات لي أي شيء، بس لا تتركني أنا ونفسي أواجه الزمان الذي هو العمر. إذن أنا نسيت نفسي، هذه عقوبة من الله، نسينا ربنا فأنسانا أنفسنا. واحد مين يفكر منا؟ واحد يقعد يفكر في نفسه أنه أنا من أين جئت؟ مثل ما قال إيليا أبو ماضي، لست أدري، لا أنا أدري، أنا أدري وأنتم تدرون وكل مسلم يدري، لأن الله دراه، الله خبرنا، خبرنا عن جزء من أعمارنا نحن ما عرفناه. هلأ ما كان قبل الولادة، أنا كنت كما قلت لكم من حلقات في فترة قضيتها في بطن أمي ما أذكر عنها شيئا، لكن كنت أنا فيها. إذن أنا حياتي لم تبدأ بالولادة حتى تنتهي بالوفاة، والذي لا أستطيع هو أقرب إلي من كل أحد، وعلي أن أحس بهذا القرب وأن أكون معه بقلبي هو الله. ولذلك من شعر هالشعور هذا الذي يجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ما هو تعبير من عندي، هذا تعبير نبوي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه من قال كذا وجد حلاوة الإيمان، من فعل كذا. هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان والمتعة الروحية، هذه أعلى اللذات التي يتصورها العقل. والسلام عليكم ورحمة الله.